يعني أنا في تقديري أنه موضوع التعذيب في البحرين هو تعذيب ممنهج يخضع إلى قرارات عليا تنزل على مستوى تنفيذي، وهذا اللي أكد عليه تقرير لجنة تقصي الحقائق اللي صدر في 23 نوفمبر 2011. هذا التعذيب تواصل واستمر منذ سنوات وعقود طويلة. مسألة التعذيب، اغتيال وقتل الشهيد محمد بن نفور في سنة 73، حتى الآن نحن نطالب بالكشف عن حقيقة ما جرى لمحمد بن نفور، هو أحد قيادات الجبهة الشعبية في البحرين، ما حدث إلى الشهيد محمد غلوم بتشيري ولا إلى سعيد العويناتي. أعتقد أيضا هذا في سنة 76 يجب الكشف عن حقيقة معذبي وحقيقة ما جرى إليه، لأنه نحن متأكدون وقد وبشهود عيان أنهم أخضعوا لعمليات تعذيب ممنهجة حتى القتل. ما حدث في مرحلة الثمانينات والتسعينات والألفية الثالثة أعتقد أنه جاء بناء على قرارات من مستويات عليا إلى مستويات دنيا واستمرت حتى هذا اليوم. الآن الأستاذ نبيل رجب يوجه من داخل محبسة رسائل استغاثة لإنقاذ مجموعة من الشباب فيما يتعلق بعملية التعذيب، حيث أنه شاهدهم يتعرضون إلى التعذيب. وأعتقد أن هذه مسألة جدا مهمة وجدا مقلقة، يجب أن نرفع الصوت عاليا لوقف هذا الاستهتار بأرواح أبناء شعب البحرين.